مرة أخيرة برحب بحضراتكم مشاهدينا، وده معادنا مع آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، هي فقرتنا فقرة السياحة والأثار. وزي ما قلنا في مقدمة الحلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الطب في مصر القديمة. المصريين القدماء تميزوا في مهنة الطب وتفوقوا فيها، وكمان عرفوا طرق علاج مختلفة وإجراء عمليات جراحية. كمان يعتبر التحنيط هي أعلى درجات المهارة في طب عند المصريين القدماء. هنعرف أكتر عن الطب في مصر القديمة مع ضيفتنا اللي معانا عبر الهاتف، دكتورة فاطمة عبد الرسول، المدربة بمركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خليني أسأل حضرتك يا دكتور في البداية، يعني كيف مارس أو مارس المصريين القدماء مهنة الطب؟ هم الحين المصريين القدماء عرفوا الجسم البشري بشكل كويس، وعرفوا إزاي تعمل الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان. وده كان من خلال دراستهم لجثث الموتى وملاحظتهم للطبيعة من حواليهم. فلاحظوا إزاي وكيف تعمل جثث الحيوانات من خلال تشريحهم بيها، فعرفوا الكثير عن الرئتين والقلب والجهاز الدوري، وبدأوا بقى يمارسوا الطب بشكل علمي وجراحي زي ما بنعمل إحنا دلوقتي. كانت مهنة الطب عند المصريين القدماء مهنة مهمة جدا، فكان المهندس والطبيب محتب اللي منع الهرم المدرج في سقارة ما كانش بس مهندس بارع في العمارة، لا ده كان كمان طبيب ماهر جدا، ويعتبر هو مؤسس علم الطب في مصر القديمة، حتى أنهم قدسوه في العصور المتأخرة واعتبروه إله الشفاء وقتها. الأطباء كانوا بيحصلوا على تعليم متخصص في المعابد، لأن كان للجانب الديني والطقوس الدينية أهمية كبيرة في ممارسة مهنة الطب. كمان مهنة الطب ما بتقتصرش على الرجال فقط، لا ده كمان احنا كان عندنا أول طبيبة وسيدة في التاريخ اللي هي ميرت بتاح من عصر الأسرة الثالثة، يعني من حوالي 2700 قبل الميلاد، وكانت رئيسة الأطباء. طيب نروح للمواد اللي استخدموها يا دكتور في العلاج، كانت عبارة عن إيه؟ هو إحنا إزاي عرفنا المواد وإزاي عرفنا العلاج؟ ده كان عن طريق برديات عثرنا عليها، عرفنا منها طرق العلاج. كانوا مثلا بيستخدموا الخس والكرات كمنشطات جنسية. عرفنا إزاي بيعرفوا نوع الجنين، يعني مصر القديم عرف نوع الجنين من أول شهر، من زي دلوقتي لازم يتم الجنين 4 شهور عشان نعرف هو ولد ولا بنت. صحيح. طب هم عرفوا إزاي من أول شهر يا دكتور؟ ذكر في بردية اللاهون عرفوا المصر القديم نوع الجنين عن طريق بول المرأة. وضعوا حبة من الشعير وحبة من القمح في وعين مختلفين في البول، وإذا نمت حبة الشعير يكون المولود ذكر، وإذا نمت حبة القمح يبقى المولودة أنثى. طب لو لم ينبت الدا ولا ده يبقى إيه؟ يبقى الحمل كاذب. مش حقيقة. وقرر العلماء التجربة دي وأثبتت صحتها 100%. كمان استخدموا أيضا نوى البلح لمنع حدوث الحمل ومنع التبويض. استخدموا كمان فرس الولادة لتسهيل الولادة طبيعية، وضعت عليه السيدة في بشكل القرفصاء ووضع القرفصاء، وصور منظر الكرسي ده على قطعة أثرية من معبد حتشبسوت بالدير البحري. نلاقي دلوقتي العلماء في عصرنا الحديث مؤخرا اخترعوا جهاز الولادة الطبيعية، وهو يشبه الكرسي الولادة اللي وصفته الآثار المصرية. فقد إيه المصر القديم وصل لدرجة كبيرة من الطب. كمان ذكر في طب دكتور احنا ليه تاخرنا في ان احنا نعمل الكرسي ده؟ يعني لسه عاملينه من قريب، طب احنا عارفينه او هو عند القدماء المصريين من زمان، ليه تاخرنا في كده؟ يعني احنا في التطور المفروض. ده تطور للطب، ده تطور ودراسه. هو الان الطب المصري القديم بيدرس والعماره بتدرس في العالم كله. فبدا مؤخرا يلتفت حتى في الازياء والموضه دلوقتي، لو تلاحظوا بيرجعوا للازياء المصريه القديمه. صحيح. الفساتين والحاجات اللي موجوده. بنلاقي كمان في البرديات ان هم الام العيون كانوا بيستخدموا الكحل المطهر لعلاجها. كمان امراض الاطفال والشد العضلي استخدموا المواد المخدره في زي الافيون ومسكن كمسكن للالام وللعمليات الجراحيه.
وقتها كان نبات الخشخاش متوفر في مصر القديمه. عرفوا كمان مش بس استخدموا الاكين كمضادات او كمسكن الالام وفي العمليات الجراحيه، لا ده كمان عرفوا المواد اللي بتاثر على العقل كمضادات للاكتئاب والقلق. كمان استخدموا البصل للالتهاب كمضاد للالتهاب، والثوم لتنظيم ضغط الدم وعلاج السعال وعصر الهضم. كمان عالجوا الاسنان. عندنا الطبيب حسي رعو، وهو اول طبيب اسنان في التاريخ، كان بيتم علاج الاسنان وتقويمها، وعرفنا ده من خلال برديه ابره الطبيه. كان بيتم تقويم الاسنان باستخدام اسلاك الذهب، ويتم خلعها واعاده زراعها كمان. وكانوا بيستخدموا عصير اللوتس كمسكن او كمخدر في عمليه الاسنان. الحاجات الطبيعيه دي دكتور احنا بنحاول نستخدمها دلوقتي او ناخد منهم معلومات اكتر، أكيد يعني من القدماء المصريين. اكيد مشتقات الاكل ومواد التخدير بتدخل دلوقتي في صحيح، يعني مستحضرات التخدير وكده. كانوا بيعالجوا كسور العظام يعني وعادتها، يعني كانوا ده مش بس كانوا بيعالجوا الكسر وعادة العظام لمكانها، لا كمان دول عمروا الاطراف الصناعيه. عسرة على يعني موجودة مومياء الآن بالمتحف المصري، عسرة معاها على صبح صناعي. فيعني حاجة كانت ده احنا من زمان قوي يعني بالظبط.